دي قطع اللحمه اللي احنا زي ما قلت لك، زي اللي انت بتجيبيها للسكالوب بتاعتك. بنبدا ايه، نقطعها بالطول كده اهي زي ما انتم شايفين كده اهيت، وتبقى حوالي جبتها 3 سنتي يبقى بالشكل ده. وبعد كده بنقوم واخدينها وحاطينها هنا عشان نبدا نعمل لها ايه التتبيله بتاعتها. بس قبل ما نعمل لها التتبيله بنشيشها الاول، وبعد كده ايه عشان نعرف نتحكم فيها، دي اهم حاجه عشان ايه نتحكم فيها في التشيش نفسه. فبتبلهاش الاول، لا. صباح الفل يا جيمي. والله لا يا اخي. صباح الجمال. هنا بقى ايه الطماطم برضو نفس الكلام اهو، هنقطع مكعبات كده عشان هنحطها في الشيش. فلفل اخضر رومي هنقطعه برضو كده مكعبات صغيرة عشان نبدأ نعملها شيش. يبقى قطع اللحمة البفتيك او الاسكالوب بتاعتنا ممكن ناخدها ونشتغل بيها زي ما حضرتك كده شايف. اول حاجة بجيب عندي الخلة بتاعتنا ونبدأ نحط اول حاجة الفلفل الاخضر. كده ناخد عندنا قطعة اللحمة كده وكده اهو، ونلضمها جوه خلة الشيش نفسها كده يمين وشمال لحد ما تظبط معانا كده اهي. وبعد كده نقوم واخدينها ونقوم دازلينها ايه للاخر اهي. سهلة جدا، وطريقة تشيشها منتهى السهولة. اخد عندي شريحتين اتنين من البصل نقوم حاطينهم كده، اخد عندي طماطم برضو نفس الكلام نقوم حاطينها كده، وبعد كده اقوم واخد عندي الشريحه اللي بعد كده. وريت تكوني دقاها كويس بس ما تبقاش ايه مهريه منك عشان نعرف بصي نعملها كده ونشيشها بمنتهى السهوله، وما بتاخدش وقت كمان معايا عندي على الجريل نهائي. هاخد عندي البصل، والبصل لما تيجي تحطيه حطيه بالشكل ده ما تحطوش عكس عشان يحكم اللي تحت، فاهمه ازاي؟ فيبقى كله طالع حاجه طالعه ايه مظبوطه ما فيهاش اي غلطه. فلفل اخضر ماشي عاملين كده، وبعد كده نقوم جايبين اخر واحده اهو شايفه طبعا. لو انت عندك قطع لو موجود عندك يبقى حاجه كويسه جدا، من قطع اللية تبقى حاجه محترمه قوي تقدري ان انت تشيشي بيها برضو وتعملي بيها شغل حلو جدا، تدي طراوه طبعا للحمه اكتر. هاخد بس ايه بصل بس كده تمام اهي، ادي اول واحده وادي تاني واحده. هنعمل كمان واحده بسرعه كده سريعا بس. فين ال اهو كده وكده يمين وشمال بس طبعا ايه يعني لو سبتها يفضل انت تسيبيها تبقى موجوده عندك في التتبيله مش اقل من كام ساعه كده في الثلاجه عشان تطلع معايا مظبوطه. البصل بقوم واخده كده، اخد ورقتين اتنين ماشي، ما تحطوش كده بقى حطي كده ماشي كده احسن بكتير جدا عشان يحكم اللحمه من تحت. طماطم اديها، فلفل اخضر شغال ماشي، وبعد كده بتقوم واخده اللحمه اهيت اهي ايوه، نحطها في التتبيله بقى بعد ما نشيشها. ففكره لا بنحطها يعني ليه بقى ما حطيتهاش تاني، بنقول ما حطيناهاش في التتبيله ليه؟ عشان لو حطيناها في التتبيله هتبقى صعبه قوي انت بتشيشي، هتلاقي الموضوع صعب، هتلاقيها بتقعد ايه تزحلق منك كده ومش ايه مش هتبقى محكمه معاكي وانت بتعمليها. كده وكده وكده
حلو قوي. اخر حاجه ايه؟ نقوم كاتمينها بالبصل. وتمام يا باشا، اهو حاجه لوز اللوز. اللحمه اللي جايبها دي نص كيلو بالظبط، نص كيلو بالظبط. نعمل اهي كده، بصل شريحتين اتنين برضو، طماطم، فلفل اخضر رومي. خلي بالك انا مستخدم، حتى لو انت بصيتي هنا، انا مستخدم بصراحه خلال الشيش اللي هي التخينه، في خلال شيش تخينه كده جميله قوي، مش الموجود يعني، حاولي تجيبيها اللي هي اتخن حاجه، بتبقى افضل بكتير جدا في الشيش. طب ليه؟ بتتحمل يعني، بتتحمل عندك كويس جدا وما تتحرقش، او تحط الخلل ديت في الميه، لو عندك الرفيعه حطها في الميه عشان لما تيجي تنزلها النار بس ما تيجي ما تتحرقش منك. طبعا كل ما يبقى الباشا ده رفيع، اللحمه رفيعه، كل بص ما تكون احلى بكتير جدا في التسويه وفي كل حاجه. اهو بص بتتشالش ثانيه، لو هي لما ما انت تدقيها عند الجزار وتعمليها بنفس الطريقه دي، لان طريقه تقديمها كمان هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. احنا كام واحده هنا؟ ثلاثه. اه ثلاثه كده كفايه، كل واحده ثلاثه. يلا تعالى نعمل التتبيله بتاعتها بقى، نشوف هنعملها ازاي. بوله، حط هنا توم باودر وبصل باودر، تمام، شويه من البهارات، السبع بهارات، معلقة صلصة طماطم صغيرة، ماشي، معلقتين اتنين من الخل الكبار، ده كلام جميل قوي. نديها الملح، فلفل اسمر، اهم حاجة بقى ايه؟ نص عصير او ربع عصير برتقانة على التتبيلة نفسها، بتخليها في ايه؟ في حتة تانية خالص. شوية صغيرين من زيت الزيتون، ماشي، نعيد تاني، بصل بودر وتوم بودر وبهارات وملح وفلفل والسبع بهارات طبعا، معلقة كبيرة خل وصلصه وزيت زيتون، معلقه صلصه صغيره يعني، هوريكي بس ايه الربع عصير برتقانه ديت بتخليها في حته ثانيه خالص صراحه يعني. عايزين بايركس يا شباب نتبل فيه او خلاص اهو، ممكن اخد الصاج ده. حط عندنا الشيش اهوت، جميل كده اهو. ناخد عندنا الباشا ده بقى، بص التتبيله نازله اصلا بنفس التنازله تقيله ازاي؟ اهو جميله اهو. طبعا لو عايزه تحط بهارات شوي برضو عليها 100 100، اديها يا باشا كده ايه وروقيها يعني اهو. بس خليه جدع بقى ايه؟ ما تحطهاش كلها على النار على طول، لا لا لا، سيبيها بقى مش اقل من كام ساعه كده اهوت في التلاجة عشان نحصل على حاجه جميله ومحترمه. نعمل اخر واحده اهيت يا جيمي. بص يا باشا، اي قطعه لحم عندي متقطعه شغال، اهم حاجه ايه؟ ارضميها بس كويس جوه الخله نفسها، اهي كله شغال يعني، مش ايه كده. بصل، طماطم، الطماطم، فلفل اخضر رومي، دي بايظه مش حلوه، ناخد واحده تانيه، اهي
هنبقى عندنا جريلا بقى عندي على النار، هعمل فيها الايه، هشوح فيها الكلام الجزل. نسيبها في التتبيله ساعتين 3 ساعات في التلاجه. بص شكلها عامل ازاي، حلو قوي، شيك قوي على فكره يعني، وما بتاخدش وقت. والسلام، بقول لك لو معاكي شرايح ليا كده ولا حاجه تحط مع الخله نفسها، وما بتاخدش وقت وتسويه كتير على فكره. يلا نجيب عندنا بقى 2 الجريل كيتشنوفا، نحط شويه زيت هنا وشويه زيت هنا، مكعب زبده هنا ومكعب زبده هنا، عشان ايه؟ انا مش هينفع احط كل الكميه دي كلها في طاسه واحده او على جريله واحده، فمحتاج ان انا اوزعهم على 2، او طبعا لو في شوايه يا سلام يا سلام. ماشي كده اهو، يلا بينا، خد الشيش بقى كده اهوت، بسم الله، يلا بينا، كل واحد 3 اهو. نحط عندنا 3 التانيين برضو هنا. هوب. بقيت التتبيلة ما بتتحطش، يعني خلاص. التتبيلة احنا طبعا انا شغال برنامج هوا، برنامج هوا، لكن انت في التتبيلة في العموم انت ما بتحطهاش خلاص، هي اللحمة اتشربت التتبيلة اللي عايزاها، ما بتحطوش تتبيلة تاني عليها خالص. وانت بتشيشيها يعني او انت بتشويها يعني. بقول لك ما فيش تسويه، ما بتاخدش تسويه خالص اهو. على طول على طول اهوت. تعالى بقى هنا ايه جنب بعضكم بقى، خلاص كده اهو، يلا يلا اهو يلا. انا ممكن اعمل فيها حل حلو قوي، ودي كمان صح. شكرا يا جماعه، ودي كمان ممكن اقطع دي من هنا. انا بعمل الحركه دي على طول، ها، واخدين بالكم اعمل ايه؟ لما بلاقي الخلل طالعه بره الجريل اللي بقى بكسرها، بصي بكسر، باخد منها الحته الزياده ديت، وعادي بكمل تسويتها عندي على النار عادي جدا. هجيب عندي كام طماطميه يكونوا جامدين. ناخد عندنا بصل. نحضر الطماطم والبصل، ايه تاني؟ شوية بقدونس يبقوا معايا، وتمام. طماطم وبصل اقطعهم شرايح، شوية بقدونس، ماشي، شوية سمق عليهم من فوق كده، الله الله، معلقة دبس رمان يا وعدي، ماشي، وبعد كده شوية ملح عليهم، ماشي، وبعد كده كل ده مع بعضه بايديا بقى، افرك كده بايديا لحد ما ايه، بس هلبس جرافز طبعا، لحد ما ايه ينسجموا كلهم مع بعضهم، تبقى سلطه جامده جدا للشيش اللي طالع ده. طيب انت عايزه يعني تاخدي الموضوع على الشوايه زي ما انت شايفه كده، بص اللون بقى عامل ازاي، عايز تاخديه من على الشوايه وتدخليه الفرن شويه، براحه راحتك، لكن انا بصراحه بقوم اهدي النار وقوم سايبه خالص لحد ما يبدا اللي هو يكمل التسويه، هو كده كده اصلا ما بياخدش تسويه كتير.
لو محطوط في التتبيله ده بالظبط ده 5 دقايق وتشيليه من على النار.